شنو الفرق اللي جاك بين السياحه الداخليه هنا والسياحه الخارجيه في الخارج؟ نعم السي حسام نجاوبك اخويا. مع العلم هذا الجواب اللي غادي نعطيك اخويا حسام، انا جيت للمغرب و15 يوم وانا مسافر في المغرب، يعني حطيت رزقي في المغرب. ولكن غنقول لك اخويا، فرق شاسع بين السياحة. انا غنشوف، انا سافرت بزاف بوحدي، اول مرة نسافر مع العائلة، يعني اول مرة غندي عائلتي. انا تنسافر بوحدي هذه موالفة، لا دابا غادي نهضر معك كأب أسرة مشى مع وليداته لبرا. شوف اخويا فرق شاسع، اولا غادي نهضروا على الخدمات الفندقية، لا علاقة بين المغرب وبين، انا نهضروا على اسيا، يعني نهضروا على اسيا، نهضروا على اسيا، خذ اي بلاد في اسيا بوي، لا علاقة. مثلا الشومبر ديال 5000 درهم الليله هنا في المغرب كتلقاها تما دايره 600 درهم 700 درهم الليله. هذا لا بغيتي تبرع مع راسك، اما راه كاين لوطيل ديال 200 درهم و 5000 ريال الليله، كاين هادشي. يعني انت مثلا انت وعائلتك، مثلا مراه وراجل مزوجين عندهم جوج وليدات، دو شومبر، وهما خا هما ما عندهمش هاد البلان، بزاف لي زوطيل كيزيدوا لك ليلي في الشومبر ديالكم، ما سوقهمش كاع، انت دير كاع الجوطيه تما ما عندهمش اشكال. دو شومبر يعني غادي نهضروا في واحد 1000 درهم، 1000 درهم هنا مثلا تقدر تكريها غير بارتمان، فهمتيني؟ وتقدر وكثر على حساب. ثانيا الخدمات السياحيه، فرق شاسع اخويا، الرخاء اولا، الرخاء في كل شيء. يعني مثلا نعطيك مثال، تقدر باغ اكزومبل كي تاكل في لوطيل تمام بحالو بحال، ما فرقش شويه بين مثلا تاكل في لوطيل وتاكل برا. هنا في المغرب لا، تاكل في مثلا قرعه الماء غتلقاها هنا مثلا في بعض الفنادق راه تدير 40 درهم، وبرا راه كدير 3 درهم ولا 5 درهم ولا جو سي با كو، فهمتيني؟ يعني كتلقى ما تلقاش ذاك الفارق الشاسع بين مثلا الفنادق وسميتو. بالنسبه لي زاكتيفيتي، شوف اخويا بالنسبه لي زاكتيفيتي فرق شاسع. نعطيك مثال، مثلا تقدر انت، انا في الحسيمه كنكري جيت سكي زعما مرارا وتكرارا، نص ساعه كيحسبوا ليه. المهم انا ما بقيتش مؤخرا تنكري جيت سكي، ولكن ديك الساعه كانوا تيحسبوا ليه، يمكن ما عرفت شي 600 درهم، شي 600 درهم نص ساعه مثلا. خويا انا درت رحله، درت فيها شحال من جزر، شحال من جزيره درتها، شحال من جزيره درتها بالجيتسكي، نهار ديال السفر بالجيتسكي ب 1000 درهم للشخص، 1000 درهم للواحد، 1000 درهم للواحد. الغطس ماشي داك الغطس ديال خشي شويه الماء فوق راسك وطلع صافي راه درتي الغطس، لا الغطس فيه تيقريوك تتقرا تتقرا، يعني كتجلس واحد ساعتين تهما تيقريوك وتتدرب مزيان، وجايبين لك مدرب، راه شفتوا المدرب اللهم بارك، زعما تقرا ما كاينش، زعما تقرا مدربة جايه من سميتها السويد، سويديه زعما سيدي، داك الشيء داز فهمتيني، داز داك الشيء جميل جدا. عاد تتغطاس وهذا الشيء التخربيق، وتغطاس وتتبقى تحت الماء نعم سيدي مع السويديه، فهمتيني، تبقى اللهم بارك تحت الماء، كتبقى سيدي تحت الماء شي ساعه ولا شحال هادشي، شحال هادشي. انا وصاحبي راه تخلصنا شي هادشي 3000 درهم انا وصاحبي، شي حاجه بحال هكا متفقين، يعني سميتو انجيو نعم سيدي للسكان. مثلا غنهضروا على بالي، ما غاديش تلقى نصابة وداكشي، تتلقى تترك مع طوموبيل، تترك في طوموبيل هذاك ما غاديش ينصب عليك، ما يديلكش رزقك، ما غاديش يتكوميسيونا معاك، ما غاديش، فهمتيني؟ لانهم ما عندهم بحال هذيك البلاد، عندهم المبدا ديال الكارما، الا دار فيك شي حاجه خايبه غتجي حتى هو حاجه خايبه، ما تيحاولش يحشيها لك بالدارجه، وسمحوا لي على المصطلح حيت ما كاينش شي مصطلح نقدر نعبر به اكثر من هذا. فداك الشيء علاش لاحظت واحد المساله، حيت انا اسيا ماشي اول مره نمشي ليها، هذه المره الاخرى لاحظت ان بزاف ديال الاسر ولاو كيمشيو لاسيا، العائلات لاحظت بزاف العائلات ولاو تيمشيو، لانه كيشوف داك الشيء اللي غيخسر فيه، غيخسر في المغرب، داك الشيء اللي غيخسر في المغرب مثلا في واحد الشهر ديال العطله ولا، راه ممكن يخسر يزيد واحد شويه ممكن عليه ويخسروا تمايا ويعيش وتيتسنى سافر لبرا، وهذا لان تيبقاو هذاك الشيء البلايص اللي غالي فيهم هو التيكت ديال الطياره، والتيكت الطياره اللي كنتي معلم راه تجيبها رخيصه، القالب ديال التيكت الطياره ديما شد على واحد 3 شهور قبل ولا واحد
اي 3 شهور قبل بحال كيدير ثاني تقام عليك التيكيه رخيصه. واحد المساله اخرى، انا نهضر على اسيا، انا نهضر على اسيا، لا ماشي كلشي بلايص فيهم اللي دي بويا خويا، هذاك الشيء كاين في تايلاند، كثير في تايلاند. اللي بغيت نهضر عليه هو المساله، واش دابا انتم حيدتوا لنا الفكره، كنا نعطيكم فكره زوينه. دابا الناس كلشي تيمشي بفكره، سمعوني مزيان الله يرحم الوالدين، كلشي تيمشي بالفكره باش ما تزرفوش. حيت انا كنشوف دي زانفليونسور تيهضروا تيقول لك اسيا رخيصه، اسيا رخيصه كي بغيتي تعيشها انت، باش نكونوا واضحين. حيت واحد مثلا غياكل في اسواق شعبيه داك النايت ماركت وداك التخربيق، ماشي هو واحد تياكل في الريستورا، باش ما ديش ولادك اخويا وتزرف. دابا انت مثلا غتمشي النايت ماركت، ماشي هي مثلا تاكل ولا في دوك الاسواق الشعبيه ديالهم، ماشي هي كتاكل في مطعم. حيت راه مثلا تقدر مثلا دوز تما شهر ولا اكثر من شهر غير ب 15000 درهم ولا 10000 درهم، وتقدر تقام عليك اكثر، باش نكونوا واضحين. حيت دابا ديك المساله ديال لا راه رخيص، ثاني مشيتي تما كاين اللي تيمشي تما تيدير لي زاكتيفيتي، يعني كيخسر الفلوس في لي زاكتيفيتي. كاين اللي كيمشي الا كان شي حديقه فابور يدخل ليها، شي تخربيقه فابور، واش فهمتيني؟ باش علاش؟ لانه غتهضر مع الناس غيقول لك اخويا انا مشيت مثلا جلست شهر تما خسرت 10000 درهم، وغتهضر مع واحد غيقول لك خسرت 10 مليون. باش نكونوا واضحين، راه ما تمشيش تصيدوا في هذه المساله. وثاني في الفنادق كاين اللي بغى يمشي للهوستل، هاصل اخي راه جالس مع عباد الله راه بغيت تقام عليك بوالو، غير المهم باش ما غير باش ما تصيدوش من هاد راه اسيا رخيصه. هي اسيا رخيصه مقارنه مع المغرب، كي قلت لكم الجوده ديال الفنادق، جوده الخدمات السياحيه، لي زاكتيفيتي، عارفين فين تخسر الفلوس، كاين فين تخسر الفلوس، وداك الشيء فين تخسر الفلوس كيتقام رخيص الا بغينا نقارنوه مع المغرب. ولكن ما كيعنيش هاد الشيء انه مثلا واحد يقول لك 5000 درهم غدوز بها هنا ولا 10000 درهم غدوزها، تيبقى داك الشيء انا الا قالها انا نطيقه، لانه انت على حسب المستوى اللي بغيتي تعيش به تما، فهمتيني؟ ايوا هادشي اللي كاين، هذا هو الراي ديالي. كنتمنى انا صراحه في المغرب انه خصو يتنقصوا الاثمنه، خصو تولي شي حاجه اللي هي معقوله. راه لا يعقل انك مثلا كتكري بارتمان النهار ب 1200 درهم ما كتلقى فيها التلاكليم، ما كتلقى فيها، واش فهمتيني؟ راه الاثمنه هنا في المغرب راه الخيال العلمي. وحنا راه ماشي شي طبقه، يعني اكثريه الطبقه اللي السائده في المغرب هي الطبقه الضعيفه. ما تهضر شي اثمنه اللي خير لي زوطيل اخويا، بحال مثلا كنت السعيديه ما عرفت الليله ما كنتش عاقل بشحال دايره شي 1500 الليله ولا ما كنتش عاقل. داكشي تلقى نفس الخدمات وبثمن، يعني بثمن رخيص بزاف. وهادشي اللي بقى انا على يقين الطبقه المتوسطه ما بقيتش غدوز العطله ديالها في المغرب، غتولي تمشي لبرا. حيت فريمون ملي كتولي كتمشي لبرا كيولي يبان لك اخويا ما علاش انا بغيت نبقى تنخسر الفلوس هنا. ايوا هذا هو اللي كاين الاخوان، هذا هو بالنسبه للسؤال اللي سولنا له. مراكش راه ولا فيها الكره الخيال العلمي. الاخ اللي جبد كرات ديور خويا، انا تنكري لونغ تور، ماشي دابا مراكش تقلبات كامله ايربين بي، شي اثمنه وليت كنشوف، شي حماق وليت تنشوف في العقار هنا في مراكش، وخربه ولاو تيكريوها صاحبي ب 5000 درهم للشهر، خربه. اما شي بارتمان وليت تهضر مع مول بارتمان تيقول لك 10000 درهم الليله. والله يسر الجميع، غير هو العقار في مراكش ولا خيالي. اكادير سمعت عليها حتى هي ولات خياليه، غير مرزوقه غير مراكلينا 700 درهم الليله. ما نقولكش لا خويا، الاثمنه ولات بزاف، طنجه حتى هي ولات غاليه بزاف. الحسيمه، والحسيمه هي من اصلها، انا تنقول لك الحسيمه ماشي عاد غلات باش تكون عارف، هو العقار غلا فيها. اما انا كنعقل انا في 2015 اللي اول مره مشيت للحسيمه كان الكرك رخيص، دابا وليتي تتاكل الحسيمه بارطمان عاديه كتلقى 1000 درهم وهذا، ولكن الزحام دابا اللهم بارك قال لك الناس ولاو كثار ولاو تيمشيو للحسيمه عكس السنوات السابقه. طنجه متفق معكم الاخوان، طنجه